ده سعيد. سعيد عنده ستارت اب. سعيد كان عايز يكبر الستارت اب بس مش عارف يعمل ايه. سعيد سمع عن ستارت اب رياكتور، قدم على ستارت اب رياكتور واخد محاضرات ومساحه عمل وتسجيل للشركه ومنتورشيب واستثمار وبراندنج وجوائز ماليه ونتوركينج. سعيد دلوقتي بقى عنده بيزنس وبيكسب ذهب. خليك زي سعيد، كبر مشروعك وقدم على ستارت اب رياكتور على inventures.me/reactor.